السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سنة تالتة هنكمل إن شاء الله شرح يونت 4. إيه كنا بدأنا الفيديو اللي فات وشرحنا في ليسون 1 2 and 3. النهاردة هنشرح ليسون 4 5 and 6. وكمان يعني لو الفيديو ما طولش معايا قوي هناخد كمان المراجعة والامتحان. يلا بينا نشوف كلمات ليسون 4. عندي الـ air بنقراها ir زي شعر here. عندي كمان كرسي chair. زوج من pair. أذن ear. لحية أو ذقن bird. تمام كده. يبقى here chair pair ear bird. والجرامر احنا شرحناه في فيديو لوحده، بس تعالوا نرجع بسرعة كده. قلنا verb to have، الهاف بتيجي معاها الجمع I, we, you, they، والهاز بيجي معاها المفرد he, she, it، وراها بيجي الصفة أو اللون زائد الشيء المملوك. يعني مثلا بقول I have a new chair in the living room، يعني أنا أملك كرسي جديد في غرفة المعيشة. He has a red hair and a white beard، يعني هو لديه شعر أحمر ولحية بيضاء. طيب تعالوا نشوف كمان هنا الاكتيفيتيز، التدريبات. عندي هنا look match and write، انظر وصل ثم اكتب. bird ناقصة ear هنوصلها. chair ناقصة air. hair ناقصة air بنوصلها. ear ear بنوصلها. read and circle اقرأ وضع دائرة. chair كرسي، ear الاذن، bird اللي هي اللحية، وhair الشعر. طيب look read and take through. I have green eyes، أنا عندي عينين خضراء، أي أول واحدة. It has black ears، هي عندها ودان سودة. طيب number 4 rearrange the following sentences، هنعيد ترتيب الجمل زي ما اتفقنا، بنترجم الأول وبعد كده بنرقم. يعني عندي هنا has، يملك، bird لحية، هو he، و white بيضاء. يبقى قولي هو يملك لحية بيضاء، he has a white beard. زي ما اتفقنا بنقول الصفة قبل الايه الحاجة اللي انا بوصفها، he has a white beard. طيب a new يعني جديد، we نحن، couch اللي هي كنبة، و have نملك، يعني نحن نملك كنبة جديدة. we have a new couch، we have a new couch. hair يعني شعر، has تملك black اسود، she هي تملك شعر اسود. she has black hair، she has black hair. عندي punctuation او punctuate، it has black eyes، it الاي capital، وفي الاخر بنحط جملة عادية بنحط full stop. طيب عندي هنا الكومة، الكومة دي اللي هي الفاصلة دي بنحطها يعني مثلا، يعني أنا بدأت الفيديو قلت مثلا شرحت درس lesson 1 2 and 3، ما بنقولش زي العربي 1 و 2 و 3، ما بقولش أنا شرحت الدرس 1 و 2 و 3 و 4 و 5 و 6، لا، مش بنفضل نكرر كلمة و في الإنجليش. كلمة و بقولها بس قبل آخر حاجة هقولها. يعني أنا مثلا عايزة أقول أنا شرحت الدرس 1 و 2 و 3، أقول 1, 2 and 3، فبنحط الكومة دي لما بنيجي نعدد كذا حاجة. تعالوا نشوف مثال كده. I like listening to music، يعني أنا بحب استمع لموسيقى. collecting magnets and singing songs. لو أنا عايزة أقولها بالعربي كنت هقول أنا بحب استمع للموسيقى وبجمع حاجات بالمغناطيس وبغني أغاني، فأنا قررت كذا مرة. و لا، هما بيقولوا I like listening to music، أنا بحب أسمع موسيقى، أجمع مغناطيس وأغني أغاني، فبتيجي قبل الأخيرة بنحط and. I like listening to music collecting، هي في كومة، collecting magnets and singing song. علي، سارة، منى and أحمد are playing sports، يعني علي وسارة ومنى وأحمد بيلعبوا رياضة. فهنا بنحط كومة، ما نلاقي حاجات ورا بعضها كده بنحط كومات وقبل الأخيرة and. they like going to the zoo،
drinking juice and eating fruit. They like going to the zoo. ما بيحبوا يعني ذهب لحديقة الحيوان عندكما، وكمان بيحبوا يشربوا عصير وياكلوا فواكه. طيب تعالوا نحل بقى عليها شوية حاجات كده. شوية بانكت ويت بيقول لي he likes football, tennis and basketball. He الاتش كابيتال لايك فوتبول، بعديها بعمل كوما تنس اند باسكتبول، في الاخر بحط فول ستوب. يبقى انا عملت اول حرف كابيتال، حطيت الكوما وحطيت الفول ستوب. شي لايكس ايس كريم تشوكليت اند كاندي. شي الاس كابيتال، عندي هنا ما بين ايس كريم وتشوكليت في كوما، وفي الاخر بحط فول ستوب. I make the bed, set the table and sweep the floor. يعني I بعملها كابيتال، يعني أنا برتب السرير وبحضر ترابيزة الغداء أو السفرة، وكمان بكنس الأرض. يبقى الآي هنا عند كابيتال، بحط كوما وفي الآخر بحط فول ستوب. He has black hair, white beard and brown eyes. He الإتش عند كابيتال، black hair حطيت بعدها كوما، a white bird ودقن بيضاء، and brown eyes وعين وعنون عيون بني، وحطيت عندي full stop. طيب تعالوا نشوف اللي بعده. كده خلصنا lesson 4، نشوف lesson 5. يلا بينا نشوف كلمات lesson 5. عندي معدن يعني metal، 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 معلقة spoon، 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 مسطرة ruler، ruler، رولر، سكينة نايف، نايف، الكي سايلنت، نايف، نايف، دراجة بايك، 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 مسامير نيلز، 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 كرسي تشير، 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 مشبك ورق بيبر كليب، بيبر كليب، بيبر كليب، صخرة روك، 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 حديد خام ايرون اور، ايرون اور، ايرون اور، ايرون اور، طعام فود، 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 حجرة مكتب اوفيس، اوفيس، اوفيس. عندي other words كلمات اخرى، كل مكان everywhere، 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 طبيعي natural، 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 t-u-r ch ch natural، natural، مصنوع من made of، made of، made of، يذوب melt، 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 مصدر resource، 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 يصنع make، 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 يستخدم لي use for أو use to، use for أو use to، يأخذ من take from، take from، take from، أشياء things، things، things. ده بقى الجرامر كله هتلاقوه في الفيديو بتاع الجرامر. مش عايزين نطول الفيديوهات كتير. عندي هنا الاكتيفيتيز، يلا بنشوف الأنشطة. read and match، ومش توصيل، هو بنعمل مفروض سيركل يعني. number 1 نايف، نايف سكينة. number 2 food طعام. number 3 iron ore اللي هو الحديد الخام. number 4 nails اللي هي المسامير. read and complete، هنكمل. nails مسامير of in to for كلهم حروف جر. number 1 we use a knife for our food، يعني احنا بنستخدم السكينة للطعام بتاعنا. number 2 my bike is made of metal، الدراجة بتاعتي مصنوعة من المعدن. we use nails to make things، احنا بنستخدم المسامير لصنع الأشياء. we use paper clip in our offices، يعني بنستخدم المشابك الورق في المكاتب بتاعتنا. طيب عندي هنا rearrange the following sentences، هنعيد ترتيب الجملة. of made the spoon metal is، يعني عايزة اقول المعلقة بتكون مصنوعة من المعدن. the spoon is made of metal، the spoon is made of metal. ده مصدر، ويعني عايزة اقول ان الحديد الخام بيكون مصدر طبيعي، فنقول ايه iron ore is a natural resource. طيب هنا عندي بيقول لي read and look and complete، تعالوا نشوف الموضوع ده ايه. iron ore is a natural resource، بيقول لي ان الحديد ده بيكون يعني مادة خام من الطبيعة. we take iron ore from rock and melt it، احنا بناخد الحديد الخام ده من الصخر وبنعمله عملية اذابة. this makes metal، وبنصنع منه المعادن. we make different things from metal،
بنعمل حاجات كتير من الميتال. يعني هنا عندي كان حديد خام عملت له إذابة بالنار اهو، بصوا بقى سائل، وبعد كده قدرت اشكل منه معالق وسكاكين وحاجات كتير. طيب نمبر 1 ايرون اور از، اقول له ا ناتشورال ريسورس يعني مصدر خام. نمبر 2 وي تيك ايرون اور فروم، بناخده منين؟ من الروك، من الصخر. وي ميك ديفرنت ثينجز فروم ميتال، وبنصنع حاجات كتير من المعدن. طيب بانكت ويت ذا فولوينج سنتنسز، يعني ضع علامه ترقيم الجمل الاتيه. وي دبليو كابيتال تيك ايرون اور فروم روك، في الاخر بحط فول ستوب. I like chocolate ice cream and candy. I بعمل الاي كابيتال، chocolate وايس كريم and candy، يبقى هنا في كوما وفي الاخر فول ستوب. طيب ليسون 6، تعالوا نشوف الوحده السادسه والاخيره. كلمات مصر ايجيبت ايجيبت ايجيبت، رمل ساند ساند ساند، صحراء ديزرت ديزرت ديزرت، مواد كيميائية كيميكالز كيميكالز كيميكالز، وعاء أو سلطانية بول بول، سائل ليكويد ليكويد، يشكل شيب شيب شيب، زجاج جلاس جلاس جلاس، فلاح فارمر فارمر فارمر، مية ووتر ووتر ووتر، نباتات بلانتس بلانتس بلانتس، نهر النيل نايل نايل نايل، خضروات فيجيتابلز فيجيتابلز فيجيتابلز، سوق ماركت ماركت ماركت، ينمو أو يكبر grow grow grow. other words، تعال نشوف كلمات أخرى. ثم أو بعد ذلك then then، آخر another another، يحصل على get get، يضيف add add add، يعطي give give give، غاز gas gas gas، صلب solid solid solid، كثير many many many، كل شيء everything everything everything، يشتري buy buy، يحتاج need need، يأكل eat eat eat. طيب تعالوا نشوف بقى الموضوع ده. Sand is a natural resource، الرمل بيكون مصدر طبيعي. تعالوا نشوف number one، we take sand from the desert، بناخد أول حاجة الرملة من الصحراء. Number two، we add chemicals to the sand، بنحط مواد كيميائية إلى الرمال. Then we put everything in a bowl، بنحط كل حاجة في وعاء. We melt the sand and the chemicals to make a liquid، بنذيب الرمال والمواد الكيميائية لنصنع سائل. Then we shape the glass، نبدأ نعمل أشكال من الزجاج. We can make many things from glass، نستطيع أن نصنع أشياء كثيرة من الزجاج. طيب هنا another Egyptian natural resource is water، المياه مصدر طبيعي مصري آخر. number one، farmers get water from the Nile، الفلاحين بيحصلوا على الماء من نهر النيل. farmers give water to the plants، الفلاحين بيعطوا الماء للنباتات. vegetables need water to grow، الخضروات بتحتاج للماء لكي تنمو. we buy vegetables at the market، بنشتري الخضروات من السوق. then we eat vegetables، بعد ذلك بناكل الخضروات. طيب تعالوا نشوف الاكتيفيتيز. عندي هنا رمال sand 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 يعني رمال، water ماء، chemicals مواد كيميائية، bowl اللي هي البولة. طيب resources اللي هي يعني مصدر، glass زجاج، liquid سائل، و vegetables خضروات، with desert اللي هي صحراء. we can make glass from sand، الإزاز بنصنعه من الرمال. we buy vegetables at the market، بنشتري الخضروات من السوق. Egypt has many natural resources، مصر عندها الكثير من المصادر الطبيعية. we can melt sand and chemical to make a liquid، بنقول إحنا نستطيع إذابة الرمال مع المواد الكيميائية لكي نصنع سائل.
طيب عندي كمان farmers give water to the plants، يعني الفلاحين بيدوا المية لنبات. true we can make glass from water. false بيقولي بقدر يعني أصنع الإزاز من المية. لا we add chemical to the sand، بنضيف مواد كيميائية للرمال. صح true vegetables don't need water to grow، يعني الخضروات لا تحتاج الماء لكي تنمو. غلط طبعا. طيب rearrange the following sentences. عندي بنقولي نحن نأخذ الرمال من الصحراء. we take sand from the desert. الفلاحين بيدوا المية يعني بيحصلوا على المية من النيل. farmers get water from the Nile. عندي هنا punctuation. Egypt الإي كابيتال has many natural resources، ما فيش أي حاجة في الآخر بحط full stop، يعني مصر عندها الكثير من المصادر الطبيعية. how are you كيف حالك. how الإتش كابيتال وعندي question mark. طيب بسرعة بسرعة نشوف revision. cupboard table lamp chair armchair clock bookcase couch television homework in between on next to behind math book hair pear ear bird spoon ruler knife bike nails paper clip rook iron ore food metal office egypt sand desert chemical. طيب كل دي كلمات في الوحدة، وفي كمان هنا عندي هنا bowl liquid glass farmer water plants Nile vegetables market. الverbs اللي خدناها look after feed the cat cut the vegetables sweep the floor make my bed set the table shape grow fine. another word is everywhere natural made of then other get add melt resource make give gas solid many use for use to take from things everything buy need eat. عندي كمان خدنا في اللانجويج what's in the living room there is a clock and a couch there are books in the bookcase I have a new shirt she has green eyes we use nails to make things we use paper clips in the offices. طيب عندي الاختبار بقى general activities on unit 4 listen and match هنوصل number 1 couch الكنبة number 2 behind خلف تلفزيون bird اللي هي لحية. السؤال ده قلنا بنجيب نشوف رقم الصفحة كام 182 اهو في اخر صفحة ادور على نفس الرقم ونقرأ للطفل الجملة كاملة وهو هيقول ايه اللي ناقص ويكمله. What's in your living room سامي يعني ماذا في غرفة المعيشة يا سامي. There is a television and armchair فيها تلفزيون وفيها كرسي بدرعات. يبقى هنا عندي living اللي ناقصة وعندي television. What's in your bedroom ماذا يوجد في غرفتك. There is a clock and bedroom هنا bedroom هي اللي ناقصة وهنا كلمة a clock قال له يوجد ساعة وسرير. طيب هنا choose يلا نختار. We put books in the bookcase بنحط الكتب فين بنحطها في المكتبة. I my bed هتاخد make my bed أنا أرتب سريري. 9 divided by 3 equals يعني 9 على 3 هتساوي 3 3. 4 times 2 equals يعني 4 في 2 أقول له equals 8 بتساوي 8. طيب look read and take true there is a lamp on the table يوجد لمبة على الترابيزة دي true هي أول واحدة. هنا بتكنس الأرض I sweep the floor بيشاور على اللحية he has a black beard يعني هو عنده لحية سوداء. we use knife for food بنستخدم السكينة للطعام. next يعني بجوار cut يقطع 15 in few looking يبحث. I am looking for my math book أنا أبحث عن كتاب الماس. there is a couch next to the chair يعني يوجد كنبة بجوار الكرسي. I cut the vegetables at home أنا بقطع الخضروات في المنزل.
3 times 5 equals 15. يعني 3 في 5 بتساوي 15. The last one ولسه الكتاب الملحق كمان. طيب هنا grandpa is 70 years old. جده عنده 70 سنة. He has gray hair and a gray beard. عنده شعر رمادي ولحية رمادي يعني أبيض في أسود. He is wearing a pair of black glasses. هو لابس نظارة لونها أسود. He is sitting on the red armchair. يعني هو قاعد على كرسي بدراعات. Number one. Grandpa is wearing a pair of white glasses. False. غلط. لابس نظارة بيضة. لا هي سودة. Grandpa has a gray beard. عنده لحية رمادية. صح. True. He is sitting on a black armchair. هو قاعد على كرسي لونه أسود. لا مش لون أسود. كان لونه أحمر. هقول false. Grandpa is 70 years old. عنده 70 سنة. True. عندي هنا هير شعر. هنرتب الكلمة هير. عندي هنا armchair وعندي هنا spoon ملعقة. طيب هنا هي الاتش كابيتال likes red green and blue. يبقى هنا في كومة ما بين red وgreen. في الاخر بحط full stop. Where is it؟ اين هو؟ where w capital. في الاخر بحط question mark. وكده خلصنا unit 4 للصف الثالث. تعالوا بسرعة بسرعة ناخد الدروس بتاعتهم هنا. طيب عندي طبعا دي الإملة. الطفل هيحفظ الكلمات وهيتملاهم هنا. هنا عندي has bird ear have bear. I have a new pair of shoes. يعني أنا عندي زوج من الأحذية الجديد. I have black hair. عندي شعر أسود. He has white beard. هو عنده لحية بيضاء. She has green eyes. هي عندها عينين خضراء. طيب هنا عايزة أقول هم عندهم عربية جديدة. بقول they have a new car. أنا عندي عيون زرقاء. I have blue eyes. I have blue eyes. Lesson 5 برضو هنحفظ الكلمات بتاعت Lesson 5 ونتملاهم هنا. ولو في كلمة غلط بنعيد حفظها مرة تانية. عندي روك صخرة. Iron اللي هو الحديد. Offices مكاتب. Metal معدن ونايف سكين. We take iron ore from rock. يعني احنا بناخد الحديد الخام من الصخر. My bike is made of metal. دراجتي مصنوعة من المعدن. We use paper clips in our offices. يعني بنستخدم الدبابيس في مكاتبنا. We use a knife for our food. بنستخدم سكينة في طعام. طب عايزة أقول نحن نستخدم المسامير لصنع الأشياء. We use nails to make things. العربية مصنوعة من المعدن. The car is made of metal. احنا بناخد الحديد الخام من الصخر. We take iron ore from rock. طيب هنا جايب لي صورتين وبيقول لي look and write one sentences. عايزني اكتب جمل. هنا هقول له we use a knife for our food. يعني we use a knife for our food. احنا بنستخدم السكينة في الطعام. My bike is made of metal. دراجتي بتكون مصنوعة من المعدن. طيب عندي هنا برضو الكلمات بتاعت lesson 6 هنحفظها ونتملاها هنا ونشوف مع بعض التدريبات بتاعتها. the last page اخر صفحة. vegetables need water to grow. يعني الخضروات بتحتاج مية لكي تنمو. farmers get water from the Nile. الفلاحين بيجيبوا المية من النيل. they give water to the plants. وبيدوها للنباتات. بيسقوا النباتات بالمية دي. we buy vegetables at the market. احنا بنشتري الخضروات من السوق. number one. vegetables need water to grow. ان الخضروات بتحتاج لمية لكي تنمو. لا طبعا الخضروات هي برضو الخضار بيحتاج مية لكي ينمو. لا هو المفروض plants need water to grow. يعني بس هي ايه بما انها خضروات برضو ماشي هنقول صح زي ما موجودة هنا. نقول صح. farmers get water at the market. الفلاحين بيجيبوا الماء من السوق. غلط. we buy vegetables from the Nile. بنشتري الخضروات من النيل. لا طبعا. طيب هنا عايزين نقول احنا بنضيف المواد الكيميائية للرمال. we add chemicals to the sand.
احنا بنشكل الازاز we shape the glass. الفلاحين بيدوا المية للنباتات farmers give water to the plants. طيب هنا عايزة اقول الفلاحين بيجيبوا المية من النيل، اقول farmers get water from the Nile. الخضروات بتحتاج للمية لكي تنمو، يبقى اقول vegetables need water to grow. بكده خلصنا الوحدة. طبعا وحدات سنة تالتة كبيرة جدا فبتاخد وقت مننا، يبقى كده خلصنا يونت 4، فاضل لنا 5 و 6 ونخلص المناهج بإذن الله. بشكركم جدا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.